رايحة فين كده؟ خارجة. يعني رايحة فين؟ رجلي نملت، قلت انزل مشيهم شوية. بالمنظر ده واللبس اللي عليكي ده، فين الروج الموف؟ صدقني انت ما عندكيش ده، انت مش حاسة باللي احنا فيه؟ ما تردي عليا، انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع هرب من المحل. وبعدين التلاجه اللي بتلقه جوه دي فاضيه، هناكل ايه؟ هناكل انا وانت طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل، اقعدي انت يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قولي لي. انت كنت بتحبني صح؟ انا عارفه، عارفه انك كنت بتحبني يا حسن. وانا كنت عايزه نتجوز وعندنا عيال ونفرح زي كل الخلق، مش كده؟ الحسن سابني ومشي يا عسلية، سابني لوحدي ومشي يا عسلية. الله يرحمه يا ابو، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسلية، أنا كنت متأكد إن أنا حموت قبل منه، بس أمر الله، أمر الله، وسابني لوحدي. مش عاوز اكمل في الدنيا من غيره يا عسلية. هو مش في ايدينا، يا ريته كان بايدينا يابا. الحسن ده كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجه اعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي ايه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه، ياكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عمل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنت. لا بالحق يا ابو، مفيش حاجه عن اللي عمله العمله السودا دي؟ مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل بألف جنيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي، سابني ومشي. الله يرحمك. طب اشوف نفسك كده يا بابا. الله يرحمك. لا وايه، وهو اسلم ما رضيش، وقال له ربنا لو جه هيموته في حته ولا حاجه. اتفضل في باب البارع على قصر الشريعه. انا والله يا صاحبي الحق صاحبك، شوف رقم العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن المار. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم السين؟ تخبطني ليه يا سين؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. وعورتني. طب بس حاسب المطوه دي لما جيتش جنبك. نازل ايدك يا. طيب 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 خلاص، اهدى بس. نازل ايدك. طب اهدى بس. اهدى طيب اهدى. البنت اللي كانت جنبك دي؟ انا ما كانش جنبي بنات. هسأل السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. مين اللي جنبك؟ اقول لك، دي بنت شاطر جايباها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا.
هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض؟ حاضر حاضر. لو شفتك تاني ولا عليا يا حرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر حاضر حاضر. يلا سيب اخلع ده فكرة من هنا يا اخلع يا اخلع ده فكرة. كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرى يا بت؟ قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت ليه دايما بتظني فيا الثواب؟ يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنتي. قولي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقولي يا استاذ الحكاية دي هترسى على ايه؟ انا شاطر قوي يعني انك سمعتني يعني. يا نهار اسود. لو شيخ المحامين ما جيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشان اكالي هاخد 4 بس. ماشي ماشي. هما يومين هديك نص الفلوس بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه. غير كده مفيش. هات عليا فطور ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا اخويا. ان شاء الله. مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي. فطور؟ اه. مالها؟ صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي. هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. شفتها نازلة على أول منطقة من عربية فخمة سبتها دخلت على الواتساب بيت وكان هتسير مية عيل فرفور. سألته تعرفها منين يا؟ قال لي إن هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطة يا رشد. الكلام ده كان إمتى؟ بالليل. هو اللي إيه؟ خلاص خلاص روح.